الشام في الحسكة برأس العين بالتحديد. سيد عبد الله أهلا بك معنا، ضعنا في صورة التطورات الميدانية بالتحديد، وإذا كانت لديك أي تفاصيل عما تردد من انسحاب القوات النظامية من محيط الجامع الأموي الكبير في حلب وسيطرة القوات المعارضة عليه. نعم استاذ، يعني اولا عن وضع محافظه الحسكه، الان الجيش الحر يخوض معركه تحرير الحسكه بشكل عام، فمنطقه الجنوب اصبحت محرره بشكل كامل مع قراها، وايضا قبل عده ايام تم تحرير ناحيه الحميس وتم السيطره على المنطقه والقرى المجاوره لها. ايضا قام لواء المشعل وكتاب ازادي بالسيطره على مخفر ام القصايب التي تبعد عن مدينه القامشلي 15 كيلومتر فقط، وايضا قامت كتيبه ازادي باقامه حاجز على الطريق الدولي ايضا تبعد عن القامشلي 13 كيلومتر. اليوم صباحا قام الجيش الحر نعم اليوم صباحا قام الجيش الحر بإقامة حواجز على مدخل مدينة اليعروبية، والآن قبل ساعات قام باقتحام اليعروبية. منطقة اليعروبية هي على الحدود بين سوريا وبين سوريا والعراق، وسيتم تحرير المعبر الحدودي. الآن اشتباكات تدور في منطقة اليعروبية في محافظة الحسكة، وهي أيضا تبعد عن القامشلي فقط 60 كيلومتر. أيضا الآن الجيش النظامي يقوم بقصف قرى يقوم بقصف قرى القحطانية في محافظة الحسكة بشكل عشوائي، وأيضا قام استنفار أمني كثيف في القامشلي لأن اللواء 313 التابع لمحافظة الحسكة قام بإصدار بيان بتحرير مدينة القامشلي بشكل عام. تعزيزات أمنية وعسكرية وصل إلى مطار القامشلي الدولي، أيضا انسحاب الفوج من مدينة القامشلي متجها إلى المطار، يعني تعزيزات عسكرية ضخمة توجد في مطار القامشلي الدولي الآن. تمام، وصلت الفكرة. سيد سامر عبد الله مراسل شبكة شام من الحسكة رأس العين، شكرا جزيلا على المشاركة، تحياتي.